خلقه عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قلنا هذا فيه تكريم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، أنه هو الوحيد من المخلوقات الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بيديه. الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيديه، وكتب التوراة لموسى عليه الصلاة والسلام، وغرس جنة عدن بيديه سبحانه وتعالى. هذا فيه منقبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومنقبة لآدم عليه الصلاة والسلام، ومنقبة لموسى عليه الصلاة والسلام، حيث أن الله سبحانه وتعالى كتب له التوراة بيديه، وأن الله سبحانه وتعالى غرس جنة عدن بيديه إكراما لأهل الجنة. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. أستكبرت أم كنت من العالين؟ نسأل الله العافية والسلامة. إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثلاثة أشياء صنع: أبى عن أمر الله سبحانه وتعالى، تكبرا استكبر، وكان من الكافرين. نسأل الله العافية والسلامة. نعم.